كلموا الفصحى. وأنا أعطي مثالي، أنا عندما لم أجد أحدا يكلمني بالهند باللغة العربية، فأنا كنت أكلم نفسي، وفي بيتي أجلس على للطعام، فكنت أطلب من أختي هاتني كوبا من الماء، مجه إيك جلاس باني لاكرديجي، كنت أترجم لها ما أقصد، وفقط لأعود لساني على النطق بالكلمات العربية. وكذلك مثلما أنشدت بيتا من الشعر هكذا هكذا كنت أردد وأنا أمشي على الشارع كالمجانين، والناس يضحكون يسخرون مني، ماذا حل بهذا الرجل؟ ولكن في ذهني كي أتقن اللغة دون أي مساعد، أي عربي يكلمني أي. وعندما أتيت هنا لم أجد أي مساعدة، العربي صراحة أصبح تحديا لي بسبب لهجته وبسبب عدم التزامه بنظام الكلام، ويرفع المكسور منصوب وينصب المكسور، فأنا أحيانا كنت أستوقف وأرى يا أخي أكسر عظامي ولا تكسر المنصوب. وأحيانا كنت أقول والله لو شتمتني بالفصحى لكان أحب إلي من أن تمدحني بالعامية. فجرت هذه العبارات حتى مجرى المثل في أوساط معارفي، يقول هذا يغار على الفصحى أكثر مما يغار على زوجتي، وهذا يحب أن تكسر عظامه بدلا من أن يكسر المنصوب أو يرفع المنصوب وهكذا. منها شعر الحكمة مثل نبيات المتنبي، حيث يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. فهذا البيت يلخص كل الكتب الأكثر مبيعا ما يسمى في هذه الأيام motivational literature أو success literature، كتب النجاح، يلخص هذا البيت كل هذا. ومنها الأبيات الصوفية، القصائد الصوفية، منها قول شريف الرضي: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.